ليه بحس انك اول ما بتيجي سيره الوالده وعايز تتكلم عنها زي معرفش زي السكون كده او الشجن وصوتك بيتغير وملامحك بتتغير؟ لاني يعني حاسس مش عارف ليه جوايا احساس ان كل ده كنت عايز اقوله لها بشكل شخصي. عايز اقول لها انا بحبك جدا، انت اهم واعظم ست في حياتي، انت كل حياتي، انت في عقلي وفي قلبي وفي كياني، انت ذاتي، انت ذاتي، انت عمرك ما هتبقى ماضي، لا انت حاضر وانت اتي. نفسي اشوفك، مع ان انا حاسس على طول بشوفك على طول، انت وحبيبك عبد الله جوزك حبيبك، بحس بيك وبشوفكم. انا كتير جدا وانا نايم بقعد انادي عليكم، والله العظيم انا مراتي وبناتي على طول بيقولوا لي انت في ايه، او يعني بيتخضوا عليا من كتر ما بقعد اندى عليكم وانا نايم. يعني اتقلب كده ياما يابا بحبك، بحبك جدا، بحبك فوق الوصف. انا على فكره ياما جبت 3 بنات، ربنا كرمني بثلاث بنات وحفيده كمان، عشان انت كنا كلنا صبيان وبنت واحده، فانا عوضت لك اهو، يعني جايب لك 4 بنات لغايه دلوقتي. يعني طبعا مش هقدر اجيب تاني، خلاص كده حلو قوي رضا يعني، واخده بالك؟ بس ان شاء الله حفيداتك هيجيبوا لك حفيدات تاني يعني. واشوفك على خير، ربنا يجمعني فيك. انا يعني انت ان شاء الله في مكان احسن ملايين المرات من اللي احنا فيه دلوقتي، وانا مش عارف والله يا اما مش عارف يعني. ادعي لي، ادعي لي يا رب.